المدرسة هي بيتي الثاني، والمعلمة هي أمي الثانية، وأصدقائي أعتبرهم إخوتي. تعلمت في مدرستي مختلف العلوم، وعرفتني مبادئ ديني وتاريخ بلدي، وصرت قادرا على العد والحساب، لذا يجب علي أن أحبها وأحرص على نظافتها وأطيع مسيريها ومعلميها. المدرسة هي مصدر النور لعقولنا. نتعلم فيها اللغة العربية والدروس الدينية وكيفية الصلاة والتاريخ والجغرافيا وغيرها من العلوم. مدرستي أحب مكان إلى قلبي لأنها تعلمني العلوم النافعة والأخلاق الحميدة حتى أخدم وطني. يقول الله تعالى: وقل ربي زدني علما. يا أصدقائي، حافظوا على مدرستكم، إن للمدرسة دور كبير وفعال في تربية الطالب وتأهيله لكي يكون مواطنا صالحا في المستقبل.